لو الحكايه فيها ان فيتو هموته عشان انا باخده باخده في الفن اللي بيجي في دي فانا تعال الانتخابات عشان هم قبضوه كل شويه عمال اتقبضي كل شويه اي حد يجي بتقبضي منه حصل ولا ما حصل بيحصل ولا ما بتحصلش والفراخ اهي ودخلتك ليها جوه بتقول على ما يعني انت كده جبتي لي بره يعني انت لو جبت وجبه ثانيه ليه؟ لا ليه لا ما جبتش لا حد الله بس انت هتخش دي هنا بس امال لو ده ياكل ايه؟ يا ابو دنيا هو ده ابن عم الرحم واقع في الارض ولا ايه؟ لا محمد انا جبت الصبح عيش ما رضيش ياكل منه وراح اشتري ده ابن عم عباسين والناس راحت على الارض ولا ايه يا ابو دنيا؟ قول لك سبحان المرسي العظيم ولا ايه؟ ما تخليناش نسب ونكفر شوفي او طلعتي على الارض طلعتي على الارض الصبح انا عشان بكلم واحد او شتم دول سبحان المرشد العظيم قريبك اللي هو التخين بتاع فيتو